نرحب في البداية بضيف حلقتنا الليلة، ينضم إلينا الأستاذ محمد عباس الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية من دمشق. سيد عباس مساء الخير. تتكرر هذه الهجمات بين الحين والآخر على مواقع مختلفة في سوريا من قبل المحتل الإسرائيلي. لو أردنا أن نعرف ما طبيعة هذه المواقع التي تستهدف؟ السلام الله عليكم وعلى مشاهديكم ومستمعيكم الكرام، شكرا لكم على الاستضافة. أهلا بك. من حيث نبدأ، هذه طبيعة المواقع التي تستهدف هي متعددة الأنواع. هناك أهداف اقتصادية كمطار حلب ومطار دمشق ومرفع اللاذقية، وهناك أيضا مواقع عسكرية ومواقع علمية بحثية ومتعددة الأنواع. لكن في الحقيقة الإسرائيلي لديه استراتيجية تقول أنه ينفذ معركة بين الحروب، وبالتالي هنالك حرب مرتقبة بيننا وبين الإسرائيلي. الأمن الإسرائيلي الآن خلال هذه المعارك يقوم باستهداف الجيش السوري. أنا أعود مرة أخرى وبعجالة للسيد محمد عباس الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية من دمشق. سيد عباس، كنا نتحدث عن أماكن الاستهداف بالنسبة للهجمات الإسرائيلية، أنت قلت مواقع عسكرية ومواقع مدنية وما إلى ذلك. أردنا أن نعرف، لأن الحقيقة هذا العدوان يتكرر باستمرار والسؤال بات يتكرر على أنسلة الجمهور، لعلك تبعت بعض هذه المشاركات منذ قليل. المواطن أو الجمهور العربي يتساءل لماذا سوريا وهي صاحبة قدرة عسكرية معقولة لماذا تكتفي بالتصدي دون أن ترد أو حتى على الأقل أن تهدد بالرد؟ لماذا برأيك؟ شكرا لك سيدي الكريم. سوريا تواجه حربا إرهابية منذ عام 2011. في عام 2011 المجموعات الإرهابية المسلحة التي دخلت إلى سوريا استهدفت مواقع الدفاع الجوي ومنظومات الحرب الإلكترونية والمطارات الجوية، والجيش السوري يواجه هذا الإرهاب منذ 12 عاما. الآن الإسرائيلي وبعدما فشلت جيوشه الإرهابية البديلة التي دخلت إلى سوريا، إسرائيل وبعدما فشلت جيوشه الإرهابية التي تسمى بالجيش البديل والتي لم تحقق له مشروعه، إسرائيل الآن تتابع تنفيذ الأعمال العدوانية ضد سوريا باستهداف متواصل ومستمر ضد أهداف عسكرية واقتصادية ومدنية. الآن عندما تسأل لماذا لا ترد الدولة السورية، جيش يواجه الإرهاب منذ 12 عاما، وأمريكا تقول أنها تقاتل داعش منذ عام 2014. داعش تتمدد وتتوسع وتنتشر داعش، وتنظيم القاعدة والمنظومات الإرهابية الأخرى تنتشر في سوريا بغطاء أمريكي وبدعم أمريكي. اليوم سوريا تواجه الإرهاب بتركيا في الشمال وأمريكا في الشرق وإسرائيل في الجنوب، والحصار الاقتصادي الخانق على الدولة السورية. نعم هنالك حرب متواصلة يخوضها الجيش السوري ضد الإرهاب، وهذه الحرب هي من متممات العدوان الإسرائيلي على سوريا. وعندما تقوم إسرائيل بقصف مواقع تقول أنها تستهدف فيها مواقع إيرانية أو حزب الله أو جيوش أو قوات رديفة أو صديقة للدولة الجيش السوري، فالحقيقة الشهداء سوريون وليسوا من إيران. البنى التحتية سورية وليست في إيران، وكل المعطيات التي تشير أن إسرائيل تستهدف قوات سورية ومواقع سورية وأراضي سورية. تسألني لماذا لا ترد الدولة السورية؟ نحن اليوم منذ قليل اتصلتم معي والاتصال لم يكن مؤمنا لأن الكهرباء غير متوفرة حيث أنا أقيم. التغطية اللاسلكية غير متوفرة. طبعا نحن نقدر هذه الظروف الصعبة التي تواجهونها سيد عباس، ولكن أيضا البعض يقول يعني أضعف الإيمان أن تهدد بالرد. يعني المسؤول السوري صانع القرار السوري الآن لا يستطيع أن يصدر بيان يقول بأننا سنرد عندما نتمكن من الرد ولن نتردد، يعني على الأقل حتى يعطي رسالة للمواطن السوري والعربي بأن هناك دولة سورية تهدد بالرد. شكرا لك سيدي الكريم. في سوريا حرب ضد الإرهاب، وهذا الإرهاب هو أداة أمريكية إسرائيلية تركية ضد الدولة السورية. نحن نواجه إرهاب في الداخل السوري،
نحن نواجه العدوان الإسرائيلي عبر الجيوش البديلة التي تقاتل في سوريا ضد الدولة السورية وضد الشعب وضد المؤسسات السورية. وعندما نقول أننا سوف نرد، دعني أتساءل، يعني اليوم عندما سوف ترد على إسرائيل أي أنك سوف تدخل إسرائيل بشكل مباشر في الحرب وفي الصراع مرة أخرى في سوريا، علما بأن العدوان ينفذ الآن بالجيوش البديلة. لا أقول أن الدولة السورية مرتاحة جدا لهذه الاستهدافات أو لهذه الضربات الدورية أسبوعية كانت أو ربما أحيانا يومية. نحن لا نستطيع نقول أننا قادرون على رد بالمعنى الحقيقي. الحرب ليست انفعال أو تتسائل. الصراع يحتاج إلى كثير من الاقتصاد العسكري ومن الدعم العسكري ومن وسائط القتال ومن التخطيط الاستراتيجي الذي يضمن استمرار الحرب وخوض الحرب مع الإسرائيليين. نحن نواجه حربا عدوانية إسرائيلية منذ 12 عاما ضد الجيوش البديلة. هو في الحقيقة سيد عباس، هناك من له رأي في هذه النقطة. هناك من يقول بأن النظام السوري، طبعا بإمكانك أن تسمي الفصائل المعارضة السورية جيش بديل لإسرائيل، سميها كما تشاء طبعا، ولكن هناك وجهة نظر عربية أخرى الحقيقة في الساحة وأنت تعلم ذلك. لكن هناك من يرى بأنه إذا أراد النظام السوري ترميم علاقته مع الشعوب العربية التي تعاطفت مع الثورة السورية، هي فرصته الآن أن يرد على هذا العدوان الإسرائيلي، سيرمم ربما جانب كبير من علاقاته مع الجماهير العربية. لكن أنت تقول بأنه الوضع ربما غير مناسب وغير مواتي. طيب حلفائكم، وهذا سؤال نكرره باستمرار واعذرني في ذلك، إيران يعني لا من شاف ولا من دري، وروسيا وكأنه لا تمتلك أجهزة رادار تستطيع أن تشوش على هذه الطائرات أو الصواريخ الإسرائيلية، لماذا هذان الحليفان لا يقومان بأي جهد للدفاع مع جنبا إلى جنب مع سوريا ضد العدوان الإسرائيلي؟ شكرا سيدي الكريم. بالنسبة للثورة السورية بين قوسين التي تتحدث حضرتك عنها، هذه الثورة إذا كانت داعش وتنظيم القاعدة والحزب التركستاني والحزب الشيشاني والحزب وهذه الأحزاب الجديدة التي ظهرت في سوريا هي تسمى الثورة السورية بين قوسين أو المعارضة السورية، فأنا أقول بس هذه يعني أنت أدخلتني في سياق آخر من الحوار. الثورة السورية على فكرة وقفت ضد تنظيم الدولة ووقفت ضد هذه التنظيمات الإرهابية.